اختلم فأفتاه بعض الناس بوجوه الغسل اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على وعلم. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، والصلاة والسلام على من عليه صلى وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد، عبدك ونبيك ورسولك، الشاهد المبشر النذير، الداعي إليك بإذنك السراج المنير، وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد، لقاء متجدد، برنامجكم هل سألوا عبر الخامسة، قناة القرآن الكريم من الجزائر. معلمنا في هذه الأمسية المباركة صاحب الفضيلة شيخنا أستاذنا الدكتور محمد وإذير مشنان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا وبه. شيخ محمد مرحبا بك. أهلا دكتور أحمد. الله يبارك فيك، صحة لباس. الله يسلمك أستاذ أحمد. الله يهنيك، الله يبارك فيك، الله يحفظك. يحدث للناس في هذا العالم أن تتوالى الأزمات، بل تتوالى الصدمات، لطالما ذكر القرآن الكريم بضرورة الصبر، فالصبر هو أجمل ما يتجمل به المرء في مواجهة قضاء الله وقدره. قال الله تعالى في محكم التنزيل: واصبر وما صبرك إلا بالله. وأكد الله سبحانه وتعالى في منازل من القرآن الكريم أنه سبحانه وتعالى يحب الصابرين. واصبر. أهلا أستاذ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم، وعلى إخوانه رسول الله جميعا، وعلى صحابته الكرام، وعلى آل بيته طاهرين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وتحية طيبة لكل من يتابعون هذا الفضاء ويتابعون هذه القناة المنارة، قناة القرآن الكريم من الجزائر. أحييهم جميعا وأقول لهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. وفعلا الصبر هو رفيق الإنسان في دربه. أيوة، لأن هذا الدرب الذي خلق فيه الإنسان على وجه الأرض هو درب معكر فيه صفو، وصفو يحتاج إلى رفيق هو الشكر. الله. وفيه كدر ويحتاج إلى رفيق وهو الصبر. الله الله. وما دام الإنسان بين صفو وكدر فهو بين شكر وصبر. يا سلام. الشاكرون لهم منازل كبيرة عند الله عز وجل، لهم منزلة كبيرة عند الله عز وجل، وهي منزلة قليل من يصل إليها. طبيعي. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. طيب، ثم هذا الصبر أيضا بمعناه الحقيقي هو كالشكر تماما، لا يلقاه إلا القليل، الذين وصفهم الله عز وجل حينما قال: وما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. عظيم. وأصحاب الحظ العظيم أكيد أنهم ليسوا كثرة. صحيح. لأن هذه العظمة، لأنه لو كانوا كثرة لما كانوا ذوي حظ عظيم. صحيح. لكانوا من ذوي الحظوظ العادية. صحيح. ولكن لأن لهم حظا عظيما فقد امتازوا عن غيرهم من الناس فصاروا قلة. ولهذا كما أن ميدان الشكر
يحتاج إلى منافسة كبيرة من أجل أن يحصل الإنسان عليه، فكذلك ميدان الصبر يحتاج إلى منافسة كبيرة لكي يحصل الإنسان عليه. وعلى الإنسان العاقل أن يكون متنافسا جيدا في صفوه فيستحضر الشكر، وأن يكون أيضا متنافسا جيدا في كدره فيستحضر الصبر. وهذا سلاح وهذا سلاح ولا ينبغي للإنسان أن ينفك عن هذا أو هذا. ثم إن الشكر إنما يكون لله، الشكر يكون لله. الحمد لله. صح. والصبر يكون بالله. الله. واصبر وما صبرك إلا بالله. الله. طيب، إذن والكل لله سبحانه وتعالى. صبر وشكر. فلله وبالله، والنعمة هي من الله، والقدر أيضا هو من الله. إذن فالإنسان دائما من الله وبالله ولله. فما أجمل هذه الأشياء التي تبقي الإنسان دائما موصولا بالله. الله الله. تصور نعمة تستجلب شكرا، فالنعمة من الله والشكر لله، وقدر هو امتحان واختبار من الله، والصبر يكون بالله ولله كذلك. سبحان الله. ولهذا سبحان الله العظيم، كيف أن الله عز وجل يفتح لهذا العبد أبوابا ليكون دائما مع الله. الله الله. إن الله مع الصابرين، مع الصابرين. فهذه المعية التي شرف الله عز وجل بها نخبة من عباده يسمون الصابرين، والله عز وجل أخبر بأنه معه. يعني تصور إنسان تصيبه تلك المصيبة أو ذلك القدر، نقص في المال، نقص في البنين، يعني أزمات كما قلت، صدمات في هذه الحياة الدنيا، ثم يستشعر هذا الصبر. حينما تستشعر الصبر ينبغي أن تستشعر شيئا آخر، هو معية الله. الله. الإنسان بمجرد أن يكون صابرا يستشعر الصبر، فهو مباشرة يستشعر أن الله عز وجل معه. الله. هو شيء عظيم يعني، فهو بالله وهو من الله وهو مع الله. عجيب سبحان الله العظيم. الله. كيف يكون الإنسان في هالة نورانية ربانية حينما يبتلى فيصبر. الله. حينما يبتلى فيصبر. يفقد فيجد. نعم. يفقد إنسانا فيجد الله. فيجد الله سبحان الله العظيم. ومن وماذا فقد الإنسان إذا وجد الله؟ لم يفقد. لم يفقد شيء. لم بالعكس، هو كسب كل شيء، لأن الله عز وجل هو خالق كل شيء، وهو الذي يمد الإنسان بكل شيء. إذن فاصبر وما صبرك إلا بالله. كأن الله عز وجل يتلطف مع عباده، فيقول نعم أنت في محنة، في مصيبة، في بلية، في كذا، ولكن كان يقول لا، نعم أنت في، أنت يظهر لك أن هذا الأمر فيه مصيبة، ولكن اسمع إلى نداء. وشنو النداء؟ واصبر. فهذا الصبر، فهذا النداء ممن؟ من الله. الذي ابتلاك هو الذي أمرك بالصبر. طيب، هو مش فقط أمرك بالصبر، هو الذي زودك بالصبر، هو الذي متعك بالصبر، هو الذي هداك للصبر. لأنه لا يمكن أن يكون صبر إلا بالله سبحانه وتعالى. سبحان. وما صبرك إلا بالله. وكأن الصبر حليف التوفيق، وما توفيقي إلا بالله. الله. فالصبر من الله والتوفيق من الله، فمن هدي إلى الصبر فقد وفق، فقد هدي إلى التوفيق. والتوفيق عزيز جدا، ولو تتبعنا التوفيق في القرآن الكريم لوجدناه ذكر مرة واحدة فقط مربوطا بالله، وما توفيقي إلا بالله. إذن فصار الصبر عنوانا للتوفيق،
معنى ذلك أن الإنسان إذا كان ابتلي فصبر فوش معنى نعطي له علامة موفق صحيح نعطي له علامة موفق لأنه بالله التوفيق إنما يكون بالله. ثم هذا ليس توفيقا عاديا ولكنه توفيق رباني لأنه بالله سبحانه وتعالى. لأن الصبر فيه كل هذه الأشياء كمان يعني وحقيقة فيه تحدي كبير والإنسان يمر بهذه هذا الامتحان وهو متمسك بالله سبحانه وتعالى. لأن الله عز وجل يعلم بأن الإنسان حينما ابتلي قال هذا ابتلاء واختبار من الله وأحبه إلى الله وأحبه لنفسي. يروى عن سيدنا عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أحد الصحابة الكبار الذي ابتلي ابتلاء شديدا جدا عشرات السنوات وهو ملقى في الفراش ولم يبق منه إلا لحم يغطي عظما. حتى إذا أتاه الناس يصبرونه يقول ماذا تصبر على ماذا لماذا؟ فكان يقول أحبه إلى الله أحبه لنفسي. الله الله يعني فكأنه من الرضا إلى من الصبر إلى الرضا بالله سبحانه وتعالى. فمن كان كذلك وش يقول ربي عز وجل؟ يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله مقام. طيب الأشياء كلها لها حساب وهو يسمى يوم الحساب، يوم القيامة يسمى يوم الحساب، ولكن الصابر كأنه لا يحاسب لأنه بغير حساب يعني كأنه حصل على المفتاح منتهى العطاء خلاص منتهى العطاء خلاص بغير حساب بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكيف لا يكون كذلك؟ كيف لا يكون كذلك وهو محبوب الله؟ والله إن الله يحب الصابرين، الله يحبه. فإذا تصور يعني شخص في هذا الوجود يحبه الله، طيب خلاص يعني خلاص يعني فلات يعني ما كشفق ليس هناك شيء أعظم من محبة الله سبحانه وتعالى. فلأن الله عز وجل أحبه أراد أن يجذبه إليه فابتلاه. فلما ابتلاه تضرع إلى الله عز وجل بالذكر والدعاء والاستغفار ونحو ذلك، وهذه الأشياء تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله عز وجل أحبه، ثم إن الله عز وجل يعطيه بغير حساب. وهذا الذي يعطيه بغير حساب هو الكريم، والكريم إذا أعطى أدهش. ومن ثم فربما السبيل ومن السبل التي يمكن أن تري الإنسان العطاء المدهش من الله سبحانه وتعالى، فإحدى هذه الطرق الكبيرة هو طريق الصبر. اصبر وما صبرك إلا بالله. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة شيخنا أستاذنا الدكتور محمد ويدير مشنان، هلا سالوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر. برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. كمال على بركة الله نشرع في استقبال المكالمات والاستماع للانشغالات. هل سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. لا بأس تفضلوا بالمكالمة، لا بأس أسأل عن الاسم في إطار هذا التواصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام وبتواصلكم المفتتح. السلام عليكم، من معي؟ من جيجن، من معي؟ رشيدة. مرحبا أخت رشيدة، ربي يحفظك ويبارك فيك إن شاء الله. أي تفضلي أخت رشيدة. أهلا الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أخت رشيدة. أراكم ملاح، لاباس عليكم، أراكم الحمد لله. الحمد لله أخت رشيدة، ربي يبارك فيك وهنيك إن شاء الله. عندي عدة أسئلات. مرحبا، تفضلي بها. عندي يا وليدي، عندي أنا وحدة من الأسرة. أيوة. الفتني مبلغ مالي قليل باش نشري لها حاجة.
وانا هذيك الحاجه تي خرجت باش نشريها لما صبت بدي عجبتني انا ما شريتهاش وكان العمر ديالها كثير وما فات هذوك الدراهم يعني كيفاش نخدم دلوقتي باش نتبرى منهم. طيب هي عطاتك تشري لها حاجه ومن بعد توفات وانا ما شريتهاش هي ما بزاف وتوفات هي. طيب ماذا بزاف ماشي دراهم بزاف حاجه قليله لا باس ان شاء الله. والسؤال الثاني يا خاله رشيده؟ والسؤال الثاني عندي سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خالق ثاني وانا عبدك. هذه انا كي نقولها في السجده ما لازم نقولها في السجده ولا نقولها بعد الصلاه؟ واضح ان شاء الله واضح. وعندي واحد السيد كيدن لدن في رمضان لدن كيصفى تنصابو يدن كلاح الياورت ومن بعد شل الوركد واش عندهم ما يقضي ولا كيفاش؟ افهم الشيخ ما هذا هو في الفجر بعد ما ادن الفجر وكلا خالة رشيدة كيصفى مع لدن صابو يدن كلاح الياورت وشل الوركد فهم واضح سبحان الله يعني. عندك سؤال ثاني خالة رشيدة؟ هذه كلمة اللغة وهذه الحلف نكون والله هكذا والله هكذا نعود نهضروا عندنا هذه الكلمة نتاع الله خفيفة على لساننا نهضروا بها كيف تحسب علينا يعني ماشي مليحة ولا في اللغو هكذا في اللغو ان شاء الله يا ربي ربي يحفظنا جميعا ان شاء الله. يعلمنا شيخنا من هذا السؤال سيدة رشيدة. عندك سؤال خامس؟ خلاص ربي يبارك فيك وهنيك ان شاء الله. معليش كمال خليني نجاوب على هذه الأسئلة في انتظار إصلاح حتى نتواصل بشكل جيد بارك الله فيكم. شيخنا أخت رشيدة من جيجل تقول بأنها واحدة من الأسرة سلفتها لتشتري شيئا ما، قدر الله توفيت ولم تشتري لها هذا الشيء من هذا المال، فماذا تفعل بهذا المال؟ إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها. الله الأمانة هذه تعطيها لموالها. أيوه. شكون هم مالين الأمانة؟ هم الورثة. تحوس على الورثة تاع هذه السيدة هذه، أولادها ولا زوجها ولا كذا، المهم تحوس على الورثة تاعها، والورثة تاعها يتقاسموه قليلا كان أو كثيرا، لأنه ما تقولش باللي المال قليل. ولا المال كثير ولا مادام شي قليل ندبر راسي به، لا هو الشيء قليل ولا الشيء كثير ربي عز وجل أمرنا أننا نديوه أنه يعطى للورثة بالذات، وعليه فلا بد أن يعطى إلى الورثة. ربي عز وجل يقول في القرآن الكريم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، يعني المال القليل هو من حق الوارث والمال الكثير من حق الوارث. وعليه نقول للسيدة رشيدة ربي يحفظها هذه أمانة راهي عندك، حوس على الورثة قل لهم هاو هذا الأمانة تاع المورثة تاعكم، بعدين هما يتقاسموا يدبروا رسانهم يسمحوا لبعضهم إلى غير ذلك، ولكن المهم أنك تبحثي على الورثة تاعها وتعطي لهم هذاك المال هما يتقاسموه. نعم بارك الله فيك ربي يبارك فيك إن شاء الله. شيخنا سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، تقول سيدة رشيدة في السجدة ولا بعد الصلاة؟ معليش في السجدة بعد الصلاة قبل الصلاة الإنسان دائما يستغفر ربي عز وجل هكذا، فمعليش في السجدة راهو دعاء، وأفضل ما أوقات الدعاء هو السجود. أقرب ما يكون العبد إلى رب أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. نعم.
وبعد الصلاة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الله نستغفر ونسبح وندعو الله سبحانه وتعالى، فلا بأس. إذا كان أحيانا جبتيه في السجود ما جبتيش بعد الصلاة فلا بأس، أحيانا ما جبتيه بعد الصلاة وما جبتيش في السجود فلا بأس، أحيانا ربما ما جبتيه لا هنا ولا ولكن جبتيه في وقت آخر في جوف الليل في جوف الليل في كذا، إذن فلا بأس. الله. فالاستغفار دائما ربي عز وجل أعطانا عاصمين أو ضمانتين. نعم. الضمانة الأولى هي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيد الخلق، والضمانة الثانية هي الاستغفار. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نعم. هكذا. إذن فسيدنا وسيدنا رسول الله موجود يعني. اللهم صل على سيدنا رسول الله. موجود سيدنا رسول الله. اللهم صل على سيدنا رسول الله. ما يزال موجودا والأنبياء أحياء. الله والشهداء. وصلواتنا تعرض صلواتنا تعرض عليه صلى الله عليه وسلم. على سيدنا محمد. إذن ما كان الله ليعذبنا وهو فينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما كان الله ليعذبنا أو معذبنا ونحن نستغفر الله سبحانه وتعالى. الله ينورك شيخنا. إجابة على أختنا رشيدة تقول أذان واحد أذن الأذان في رمضان وكل شوية يا ورته وبعد عاود رقد الشيخ. إيه ولا هو المفروض كي أذن الأذان خلاص حبسه يحبس قاش ربي قال هذا الكلام، قال كلوا واشربوا علاش في الليل في رمضان كل، ولكن قال حتى يتبين لكم خيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. واحدة ويؤذن ما بقى خلاص الفجر. الفجر خلاص كان المفروض يتوقف. صح. يعني ما كان لا ياورت ولا ماء ولا ولا تمر ولا يحزنون يعني خلاص يعني طلع النهار يعني صح. بدأ النهار فلا يصح الإنسان أن يأكل في نهار رمضان. طيب هو غلط على بالوش كان يظن كذا وكذا، المهم إن شاء الله الإثم معليش لأنه لم يتعمد هكذا يعني، وعليه أن يتعلم، ولكن هذاك النهار اللي شكله فيه الياورت هذاك بعد بعد الأذان تاع الفجر هذاك يقضيه. أيوة. يقضي ذلك اليوم، وإذا كان هذا السنة اللي صار له هذا الشيء يجتهد أنه يقضيه قبل ما يدخل عليها رمضانه. أيوة. أو النهارتين يجوز، أو الآن اللي جرانا في ربيع الأولى وسينقضي، وربيع الثاني جماد راجب شعبان ما بقاش بزاف بقى خمس شهور يدخل علينا سنة رمضان. صحيح. فاي نعم. الله يبارك فيك شيخنا. الله يعلم. ربي يقضي هذاك النهار وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وربي إن شاء الله. الحلف. سيدة رشيدة تقول والله خفيف شوية على لساننا والله ما دينا ذاك والله والله. تقليه. تقليه. بارك الله فيك هذا هو الكلام. تقليه. لأنه الحلف هذا يا إنسان يحلف لما تكون حاجة تستدعي باش واحد يحلف، مطلوب في شهادة، مطلوب في حاجة مهمة لتأكيد شيء عنده بال يحلف. هذه الكثرة تاع الحليف الفقه والسمة السمة هي اللغو. أيوه. وشون اللغو لا وشغل القصرة شغل حاجة صح. ما عندهاش بال. إذا ما دام هذا لغو يجتهد الإنسان أنه ما يديروش، معليش واحد والف عليه زمان، ولكن يجاهد نفسه بشوية 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 حتى يقلل منه. ولكن هذا ما دام سماه الشرع يمين اللغو فهذا ماشي ما فيش الكفارة طبيعة الحال، ولكن الإنسان عليه أن يتجنبه استجابة لله. أيوة. الذي قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، واللي قال ولا تطع كل حلاف، يعني هذا اللي يحلف بزاف كان الله عز وجل يقولنا حاجة مش مليحة، هذا ما تسمعلوش بزاف. الله. فنخلي أنفسنا نضبطه في قضية اليمين هذه ولا نستعمله إلا عند الحاجة فعلا. الله يبارك فيكم وربي يحفظك إن شاء الله شيخنا أستاذنا الدكتور محمد يدير مشنان. هلا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر من جيجل إلى أين كمال؟ ناس قسنطينة. مرحبا وسيلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أخت وسيلة، مرحبا بك يا عيشك. تفضلي. عندي ثلاث أسئلة. الأول بالنسبة للسؤال الأول. أيوة. أنا إنسانة عاملة. أيوة. عندي مبلغ من المال يعني نزكي منه. مبلغ مال؟ عندي مبلغ مال راح نزكي منه. إن شاء الله ربي يبارك.
يعيشك. وعندي أختي طالبة، أيوة طالبة، لكن الأب دايما مينفقش عليها من حيث الملابس والأدوات الدراسية، أيوة. يعني هل أنصح فيها الزكاة أو لا؟ شيخنا واضح، أيوة واضح إن شاء الله. بالنسبة للزكاة، بالنسبة للسؤال التالي، دائما فيما يخص الزكاة، يعني المبلغ اللي يزيد على النصاب، على المبلغ المحدد بالنصاب، كيف يتم حسابه؟ هل يزكى أولا؟ وإن كان يزكى، كيفية حسابه؟ واضح شيخنا. والسؤال الثالث أخت وسيلة. بالنسبة للسؤال الثالث، كاينة سائلة سقطتني، هي كانت عايشة في بيت وين يقطعوا في الناس، بصح هي اللي عايشة عند المرأة هذيك، بصح ما تقدرش تهضر، يعني هل عليها إثم السكوت أو لا؟ فهم شيخنا؟ إثم السكوت. ده كل لم أسمع جيدا، ولكن ما دام أدركت السؤال. مرحبا أختي وسيلة، مرحبا. خلاص شكرا عندك، شكرا. الله يبارك فيك، مرحبا بك. شكرا شكرا أختي وسيلة من قسنطينة. هل أسهل عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. من قسنطينة إلى أين كمان؟ مسعود مرحبا. مسعود مسعود، لا بأس إن شاء الله، بارك الله فيك. أختنا وسيلة من قسنطينة عاملة ولديها مبلغا من المال لتزكي منه، وأختها طالبة لا ينفق عليها أبوها فيما يتعلق بالأمور المتعلقة بطلب العلم والدراسة، فهل تصح فيها الزكاة؟ نعم، هذا هو اللي كنت راح نسقسي عليها، هل ترى مكفية؟ إذا كانت مكفية بأبيها، أيوة، الذي ينفق عليها، خلاص. ما معنى مكفية شيخنا؟ مكفية بمعنى باباها قادر يتحمل نفقات الدراسة تاعها، هو قادر حتى وإذا ما كان، لا يعني قادر وينفق، أيوة. قادر وينفق، فخلاص معنى رأي مكفية خلاص، فما ما تصحش فيها الزكاة. أيوة. إذا كانت أختها تحب في هذا الحالة مكفية وباباها ينفق ويحب تعاونها، ما تعاونهاش بالزكاة، لا تعاونها بحر مالها. أيوة. لأن أختها، لأن ما عاد الزكاة، ولات صلة عائلية هكذا. أيوة. صلة بين الأخت وأختها. اما اذا كان في نفرضوا باباها ماهوش لاحق باش ينفق عليها في كل هذه الاشياء، او انه عنده ولكن في قضيه الدراسه يقطر، يعني ربما كل واحد كيف يزير شويه، ولا وتحتاج الى امور في دراستها وماش قادره توفيها، نعم يصح تعطي لها من الزكاه. الله يبارك نعم. فيكم عندك ان شاء الله. وانت يا قدري، احنا اعطيناك الاحتمالات وشوفي وشنو الاحتمال اللي يناسبك. الله يغورك سي محمد، اللي ينطبق عليك. الله يبارك. سي الشيخ، مبلغ يزيد على النصاب، كيف يتم حسابه؟ لا في الزكاة ما كاش فصل بين النصاب وما زاد على النصاب، لا. هو لما الإنسان يوصل الزكاة يحسب كامل المبلغ ويزكيه، كل المبلغ يزكيه، مثلا نصاب 75 مليون وعنده 100 مليون، هو يزكي 100 مليون. نعم. مباشرة يخرج منه ربع العشر اللي هو 2.5%. يعني 100 مليون مثلا يقسمها على 40. 2.5% هي القسمة على 40، فتخرج 2.5 ملايين. فمهما كان المبلغ يقسم الإنسان على 40، والحاصل هو الذي يزكيه. الله يبارك فيك وهنيك إن شاء الله. التي عليها إثم السكوت كما قالت أختنا وسيلة، لم أسمع السؤال. نعم، يبدو أنه فيه شخص يعيش في بيت، أيوة، أو في محيط معين، وذاك المحيط يهوى الغيبة والنميمة، أيوة، وهذا الأشياء يعني هذه، وهو رافض هذاك الشيء، لا يحب، أيوة، الغيبة والنميمة، ولكن ما هوش قادر يعترض عليهم، ما هوش قادر ينهيهم، ما هوش قادر كذا، فالله غالب، يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يعني وضح لنا كامل هذا الشيء، قال من راى منكم منكرا فليغيره بيده، التغيير باليد هو من اختصاص اولي الامر والنهي والسلطات وجهه اجهزه الرقابه والدرك والشرطه والعداله، هؤلاء هم الذين لهم الاليات اللي يغيروا فيها باليد وبقوه القانون.
فمن لم يستطع فبلسانه، إذا كان يقدر تكلمه وتنصحه وتوجهه بالكلمة الطيبة، وحتى إذا كان مش تعرش كثير ولكن ساعد كلمات تصدر من القلب وتوصل للقلب. صحيح. وكان واحد عنده علوم الأولين والآخرين وما كان والو ودي ساند لا يعني ما كان والو. فإذا استطعت أنها تنبههم دون ما تتأذى، دون ما يؤذيها، دون ما تتعرض إلى كذا، وش عليه؟ إذا رأت ربما إذا قالت لهم شيء لست أدري تنعكس الأمور أو تتأذى أو شيء من هذا القبيل، قال سيدنا رسول الله فمن لم يستطع فبقلبه. خلاص راكي تنكرين هذاك الأمر، ما تشاركيهم في الغيبة، لما تشوفيهم في يوم الغيبة تجبدي روحك بعد عليهم، لا تشاركيهم في مجالس الغيبة. أما إذا كان مجالس أخرى ما فيهاش هذا المحرمات فلا بأس إن شاء الله تعالى. الله يبارك فيك. شكرا شيخنا الدكتور محمد إدري المشناني، إجابة على أختنا وسيلة من قسنطينة. إلى تيارت ومنها شعبان. السلام عليك يا شعبان. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا. بارك الله في مشايخنا، الله يشافينا ويعافينا. يا رب يا رب يا عم شعبان، مرحبا. أخويا بغيت نسأل، عندي سؤالين، عندي سؤال في الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. أيوه صلى الله عليه وسلم. كنا في السبحة كنا نقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا، الصلاة الإبراهيمية، ولا نقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد؟ ورونا كيف نذكروا بها كما نقولوا. وعندي سؤال واحد اخر، كيما الوالدين راه عندنا الوالده والوالد موتى، وراني نقرا هنايا كيما نقولوا ندعيهم في الصلاه ونزيد نبدا نتنازل القران ولا حاجه، يجوز ولا ما يجوز ولا كذا وهذا. وبارك الله فيكم وفي شيخنا وتحيه جزيلا. الله يحييك عمي شعبان الثاني، فهمت شيخنا؟ يحب يصدق على والديه بالدعاء والقران. الله يبارك. مرحبا عمي شعبان، بارك الله فيك، وانا سعد بهذه بهذا التواصل معكم سي شعبان. شكرا. العاصمه محمد. الو. مرحبا سي محمد. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يا استاذ ماني نسمع مليح مليح، ما نش نسمع. شوف سي محمد صوتك راه 10 ممكن 10 على 10، اعطي السؤال مباشره. تبارك الله فيك استاذ محمد من العاصمه. مرحبا بك استاذ محمد، نعرفك. ربي يكرمكم ان شاء الله، والله يعني والله ينور ربنا مقامكم ان شاء الله. يا ربي بارك الله فيكم سي محمد. استاذ احمد عندي سؤال، كاين زوج اصدقاء. مرحبا. واحد يعني لاباس به وواحد فقير. هذاك الانسان اللي يعني اللي لاباس به الحق العيد الاضحى وعطاه مبلغ صاحبه، وصاحبه ما عندوش، عطاه مبلغ باش يشري العيد الاضحى الاضحيه. سمعت يا استاذ؟ ايوه. عطاه باش يشري الاضحيه، ولكن هذاك الفقير هذاك عنده دين. العود اللي باش يشري به الاضحيه راح سلك الدين نتاعو. هذا السؤال الاول يا سيد احمد. واضح. السؤال الثاني يا استاذ، انسان يكون مثلا يكون مسافر. طريق مثلا كيما نقولوا حنا لحقوا الوقت تاع الصلاه. كي يقوم للصلاة أستاذ أحمد، هل يجب عليه الأذان أم يكتفي بالإقامة ويصلي مباشرة؟ واضح إن شاء الله. والسؤال الثالث يا أستاذ أحمد، الإنسان مثلا يكون مسافر سافر وكان في قطار مثلا من جهة رايح نقول مثلا جهة الغرب، والحق مثلا عليه الظهر ولا العصر ولا أي وقت من الصلاة باش يصلي داخل القطار، وهو متجه جهة للجهه الغربيه، هل يجوز الصلاه نتاعو داخل القطار ولا حتى ينزل من القطار؟ مفهوم استاذ احمد؟ واضح عم محمد، مفهوم سؤالك يا سي. نعم سي محمد. على بالي نورمالمون راك تفكرني الرقم تاع التليفون يا استاذ احمد نتاعك. ايوه. والله الا مازال مشتاق ليه. لا حول ولا قوه. خلاص سي محمد، ورا عندي مده وانا نحاول ولكن لم يسعدني الحظ. تواصل نتواصل، خلي رقمك الهاتفي سي محمد ونتشرف ان نتواصل. والله سامح لي يعني ربما لم انتبه. بارك الله فيك يا استاذ احمد. الله يجزيك بالخير عم محمد. شكرا. ربي يكرمكم ان شاء الله، والله يدومها ان شاء الله. يا رب يدعو لنا بالخير ان شاء الله. شكرا شكرا يا استاذ احمد، ربي يبارك لكم. الله يبارك. شكرا حسن، برك خذوا رقم سي محمد من العاصمه، وعذرا يعني ما لا ادري ربما لم انتبه.
العاصمة أختنا ظريفة. ظريفة العاصمة. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. تفضلي أختي ظريفة. عندي بعض الأسئلة حبيت نقدمها من الشيخ. مرحبا أختي ظريفة، تفضلي. تفضلي ربي يحفظك. أخت ظريفة في عمرها 25 سنة تعاني من سرطان. الله يجيب لك الشفاء يا ظريفة. إن شاء الله، وأتمنى الدعاء يعطيني الدعاء شيخنا. يا ربي يا ربي. الله يشفيك. الله يشفيك. أنا داويت هنا في بيرة، يعني في الدائرة كاريتك، وما قطعوني الأمل هنايا، وما درت الدوسي تاعي في تركيا، وادوني زعما بالعملية مبلغ تقدر 400 دينار جزائري، 400 مليون. بعد هنايا جمعوني نص المبلغ، وعندو ثم من شهر هكذاك، وانا حبيت نسقسي نص هذا المبلغ راه عندي، صح في الوقت هذا طيارة ما كانش، وثاني تأكد بلي العملية هذيك وعدوني قالوني بلي يطمعوا غير على دراهم برك، ما حبيت نسقسي على هذو الدراهم واش راح ندير بهم. طيب واضح، يعني هذو الدراهم ماشي من جمعيات. واضح، عندي شويه برك من جمعيه، والاخرين جايتك يعني صحاب تاع راجلي وصحاب بابا ولا فامي هكذايا. محسنين يعني. اي محسنين. الله يفتح علينا وعليك. وعندي سؤال ثاني. مرحبا، تفضلي ظريفة. فضل. يعني انا عندي عام تزوجت. ايوا. ريحت برك 4 شهور في داري، وما كي مرتحت مريضه جيت لدارنا دار بابا يعني. ايوا. وعندي 8 شهور هذه يعني راجلي، نتمنى يعني يعطيه من شيخنا الدعاء راجلي الكريم، ما خلانيش كل يوم يجي لعندي تحمى عليه، ما يسقسوا عليا من جاو لعندي، يعني انا ماشي كرهتهم ولا، مي جاتني ثقيله نولي لعندهم. اسكو كي نطلب من راجلي ما نوليش يعني عند الدار هذيك نعيش معاهم كيف كيف، اسكو عندي ذنب ولا ما عنديش؟ الله يحفظك يا ظريفة، الله يحفظك إن شاء الله. وربي يحفظ لك الزوج هذا. إن شاء الله يا ربي. وعندي الثالث برك، سؤال ثالث. مرحبا، مرحبا بك، مرحبا. يعني قبل ما نمرض كنت نقرا قايتي، كنت نقرا صلاة الفجر كانت تجيني ثقيلة، خطر النور خطر ما النورش. حمي مرض صلاة الفجر قبل ما يأذن نوضي لو كان بدقيقة ولا زوج، يعني حمي ما نوضش. والآن راهو صعيب تنوضي؟ لا 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 لا، دوكا مني مرض، مني مرض وليت نوض. أيوا. يعني حبيت نعرف واش معناتها هذه، يعني ما كيشدني صبر ما نرقدش ولا ما يغلبني النوم، مني قبل الفجر نوض. ربي يحفظك ان شاء الله وربي يكون معاك. ومع ان ما نديرش المؤذن، ما نديرش ولا ما في الحومه تاعنا ما عندناش مؤذن ثاني. يعني بلا منبه. بلا منبه. الله يبارك فيك يا ظريفه ان شاء الله. وثاني دايما نشوف منامات هكذايا مع انبياء، يعني سيدنا موسى وسيدنا، يعني واش معناتها هادو؟ ربي يفتح علينا. ونطلب من شيخنا يدعي لامي اللي راهي واقفه معايا ليل ونهار،
ما قالي يعني راني طايحه في الفراش ما نقدرش كانت حالك ولا وزنت واي جاي ما يديرهم لي مع رجلي ثاني. نتمنى الدعاء اليوم الأم العزيزة يعني طول ربي في عمرها. يا رب يا رب ياخذ ظريف يا تفضلي عندك. صحيت ونشكركم على هذه القناة المفيدة اللي تفيدنا في الدنيا وفي الآخرة. يا ربي يا ربي إن شاء الله. وتأكدي الكلمات نتوعك اليوم راهي درس كبير نتعلمه منه، وكاين ناس طيبين أيضا وناس خلص يتبعوا البرنامج راح يدعوا لك مخلصين إن شاء الله. وربي معاك إن شاء الله. شكرا أخت ظريف. نشكرك سيدي المقدم ونشكرك على تبسيمة هذيك اللي تبسمها لنا كل يوم. الله يحفظك سيدة ظريفة. الله ربي إن شاء الله يبارك فيكم جميعا إن شاء الله. ونشكر كاع الشيوخ اللي راهم يحضرنا كيما الشيخ عبد السلام خاصة اللي يحبوه كاع الناس بالك راه يسمع فيا. ميم يعني الناس ما يفهموش عندنا هنايا ما يعرفوش العربية ما يعرفوش مي تجري يهضروا على الشيوخ هذا اللي معروفين ربي يحفظهم لنا يعني هما اللي يرشدونا هما اللي الله يبارك فيك. ونتمنى منهم يا ربي الدعاء ربي يحفظ أمة محمد من هذا الوباء يا ربي. يا ربي أختي ظريفة بارك الله فيك وان شاء الله نجاوبوك وان شاء الله ربي يفتح علينا وعليك ويرفع عليك هذا المرض ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يعطيك الصحة. شكرا اخت ظريفه. شكرا التحيه خالص التحيه للزوج الكريم وللوالده وشيخنا ان شاء الله سيتوقف على هذا درس كبير سيد الشيخ محمد يدير. نرجع ان شاء الله لظريفه ونجاوبه ان شاء الله على انشغالاتها. هلا سالوا عبر الخامسه قناه القران الكريم من الجزائر. نبدأ شيخنا من تيارت ومنها شعبان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة الإبراهيمية إلى غير ذلك، ووالديه أيضا يدعي لهم إلى غير ذلك وكلمات طيبة بما توجه السي شعبان من تيارت ربي يحفظه. كنا نحكي على رمضان وجانا شعبان. شفت الله يحفظه السي شعبان. هذه بشرة هذه بشرة كبيرة إن شاء الله. إن شاء الله. يدخل علينا سيدنا شعبان ويدخل علينا سيدنا رمضان يا رب يا رب ونكون في حال أحسن مما نحن عليه يا رب إن شاء الله يا رب يا رب يا رب. أما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فكله كل الصيغ مليح. أيوة كل الصيغ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا. كلها المهم راك الدور مع سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وراك مع الهدي الرباني. ايوه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا. فهو أمر بدأ الله فيه بنفسه سبحانه. هو إن الله سبحانه زيد وثنى بملائكة قربه وقدسه وملائكته. فالله يصلي على النبي والملائكة يصلون على النبي والمؤمنون الصالحون الخيرون يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا. فمهما كانت صلاتك فهي في هذا الفلك. الله فهي الله في هذا الفلك الله. وحقيقة يعني ورفعنا لك ذكرك. صحيح صلى الله عليه وسلم. كيف رفع ذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب من أحب وما أكثر المحبين وكره من كره واللي كره مسكين ربي عز وجل يهديه ولا يتوله بما يشاء وكيف ما يشاء. تعجبني على ما يشاء قدير. تعجبني شيخنا ملاحظتك هذه اللي تقول فيه بأن الأرض قيمة مهملة في الكون. فالمصلون من البشر على رسول الله والمصلون من الملائكة على رسول الله. يعني لحق روحك بهذا المنطق بهذا الملأ الكبير هذا بالملأ الأعلى. صح نعم. ف إن شاء الله ربي يمتع ألسنتنا
ويمتع قلوبنا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وحب حب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فمحبته خير، والصلاة عليه خير، وسنته خير، والإيمان به خير، وكل ما يأتي من النبي عليه الصلاة والسلام خير، فهو خير على خير على خير، كما أنه هو خيار من خيار من خيار. اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى والديه ودعائه. نعم، هو يعني من الوفاء. أيوة، من الوفاء أنه قال لما نصلي في الدعاء ندعي الوالدين، فلما نقرأ القرآن نهديه الوالدية، هذه من الوفاء. وهذا الوفاء وصلنا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلنا به سيدنا رسول الله. فشوف كل خير تعيش الأمة فهو من فيوضات سيدي الحضرات المحمدية تاع سيدنا رسول الله. فكمل هكذا، كمل كمل والديك إذا كانوا أحياء أنا مرضين عليك، وإذا كانوا في الملأ الأعلى راهم راضين عليك أيضا. صلي على رسول. ولكن أيضا ربي يرضى عليك، لأنك لأن رضا الله فرضا الوالد. الله يبارك فيك شيخنا وأحسن الله إليك. وسي شعبان ما تنسانا، تفكرنا معك. الله العظيم، درنا مع والديك. ربي يحفظك سي شعبان وأحسن الله إليك. سي محمد من العاصمة، وشكرا على وفائك سي محمد. عنده صديقين، واحد فقير واحد لبس به، جاء عيد الأضحى اللي لبس به أعطى مبلغا للفقير لشراء الأضحية، غير أن الفقير كان عنده دين فوفى دينه دون شراء الأضحية، فما قولكم فيما فعل الفقير؟ يسأل خونا محمد من العاصمة. يبدو أن هذا الفقير فقيه. فقير فقيه. الله يحفظك. وعلم بفطرته أن تسديد الدين أولى من شراء الأضحية. الله الله. فاشتى فسدد الدين، وإن شاء الله ربي يكتب له أجر الأضحية إن شاء الله. أما ذاك الغني اللي أعطاه، أنت ملكته المال. إذا كان صدقة فالصدقة تمليك، وإذا كان هبة فالهبة تمليك، وإذا كانت هدية فالهدية تمليك. في كل الحالات انت هذاك المال لما اعطيته له انتقل من ملكيتك، انت كان ملكك، لما اعطيته له صار ملكا له. يحب يشري به اضحيه، يحب يسدد به الدين، يحب يدير به كذا كذا، فهو حر. فلا باس ان شاء الله، هو حر بعد ما امتلك المال فهو حر. نعم. الله يحفظك ويبارك فيك شيخنا. سي محمد يسال على المسافر ووقت الصلاه جاء، هل يجب عليه ان يؤذن أم يصلي مباشرة؟ هو أما الوجوب فلا. أيوة. الوجوب ما كاش حاجة تسمى الأذان كله سنة. أيوة. وإنما يجب في القطر كله أن يكون في أذان واحد. واحد. إذن هو ليس واجبا بل هو من السنن. ثم الإنسان إذا كان مسافر في مكان فيه المساجد، فيه المساجد بمعنى موش في الخلاها قدايا، فتكفي أذان المساجد يكفي. وإذا كان أذن فلا بأس، إذا كان أذن فلا بأس. أما إذا كان في الخلاء فيستحب له أن يؤذن. أيوة. أن يستحب له أن يؤذن، لأن الأذان في الأصل يشرع لجماعة تطلب غيرها. أيوة. سن الأذان لجماعة أتت. أيوة. أما واحد يصلي ولا لا يطلب جماعة فلماذا يؤذن؟ ولكن إذا فعلها من باب الاستنان فلا بأس إن شاء الله تعالى. الله، ولكنه ليس من باب الوجوب طبعا. الله يبارك فيك. السؤال الثالث، وكأنني فهمت سي محمد شيخنا يسأل أنه يكون مسافر ويلحق به مثلا صلاة العصر داخل القطار، كما المنطقة نتاع البويرة تكون هاك وبعد تلقى روحك جاي هاك، فدارت متجه للغرب. أيوة، دارت يعني على الغرب عكس القبلة. عكس القبلة، هذا يفعل. نعم، هذا شوف إذا كان يعلم مثلا يوصل مثلا هو حكى على العصر، نجيبوا المثال تاع العصر. أيوة. هو يعلم أنه يلحق ويحبط من القطار ويلقى مكان وين يصلي فيه قبل ما يتغرب الشمس، فهذا لا، هذا ما يصليش في القطار. أولا لأنه جالس، والشرط هو أن يكون واقفا، ماهوش مستقبل القبلة، وينبغي أن يكون مستقبل القبلة. هو راح يوصل في الوقت، فهذا هذا ينتظر حتى يوصل ويصلي.
أما إذا كان عارف باللي مسافر يحصرها يدن بالك العيشة وما نعرف إذا هذا لا هذا يصلي، ولو لم يكن مستقبل القبلة فاستقبال القبلة يسقط لأنه يجب مع الذكر والقدرة ويسقط مع العجز والنسيان. استقبال القبلة من شروط الصلاة التي تجب مع ذكرها عشان نتذكرها وقادر باش يديرها، وتسقط إذا كان الإنسان نسيها أو عجز عن الإتيان بها. وإذا كان يعرف اللي ما زال طريق طويلة ما يلحقش هذا عاجز، وكذلك حتى القيام يسقط عليه لأنه في القطار الناس قاعدة ماهيش واقفة فيصلي. نعم الله. إذا علم أنه راح يخرج وقت الصلاة هذيك اللي راح يصليها. نعم الله يبارك فيك وهنيك إن شاء الله وأحسن الله إليك. شيخنا معليش أنا أضيف سؤال قبل أن نذهب لأختي ظريفة. في أيام الجائحة البعض قد يكون في المدن الكبيرة، قد ينتقل من نقطة إلى نقطة وهو يخرج في صلاة الظهر، هل يمكنه أن يجمع في بين الظهر والعصر خوفا أنه ربما الازدحام يمكنه أو يوصله حتى المغرب؟ هل يمكن أن يجمع؟ وإذا جمع لقدر الله وقضى مصلحته قبل صلاة المغرب، ماذا يترتب عن صلاته التي جمعها خوفا من أنه الازدحام سيوصله إلى المغرب؟ خاصة نكون واضحين وقت الجائحة ما كانش مسجد مفتوح، وحتى المؤسسات اللي كانت فيها قاعات للصلاة غلقت لهذه الظروف الصحية تاع الجائحة. سامح لي هذا سؤال لأنه دار بين بعض الأصدقاء وربي يجزيك بالخير. مهم جدا مهم جدا. فهو ينظر على حسب الغلبة تاعه يعني الغالب. أيوة. فهو مثلا رأى أنه الغالب عليه أنه ما يلحقش بالعصر. يعني حب يقول باللي العصر كي يدخل للدار يكون دخل المغرب. أيوة. خصوصا المغرب دوكره في متقدم جدا. نعم. فهذا نعم يجمع. ثم إذا كان ولا خلاص. أيوة. فقد صلى لأنه العبرة بغلبة الظن، هو بغلبة الظن. نعم. الله يبارك فيك. نعم. شكرا شيخنا، ربي يحفظك ويبارك فيك. إلى أختنا ظريفة. شيخنا أختنا ظريفة، هذه المبتلات وقد بدأنا الحصة بالحديث عن الصبر، 25 عام تعاني من السرطان، تطلب منكم الدعاء، تقول بأن الأطباء قطعوا عليها الأمل إلى أن توجهت إلى دولة أجنبية بملفها، وطلب مبلغ كبير، ويبدو أن المحسنين من الأهل والأحباب والأصحاب دعموها بهذا المبلغ، لكن الجائحة تحلت والمواصلات الدولية انقطعت. أول أسئلتها: ماذا تفعل بهذا المال الذي قدمه لها المحسن؟ تحتفظ به. أيوة. تخبيه. أيوة. وإن شاء الله ربي عز وجل. يا أخي هي دعات في الأخر، ربي يرفع لنا الجائحة يا رب. وإحنا كلنا ندعو أن يرفع عنا هذه الجائحة يا رب. إن شاء الله ترتفع هكذا، وترتفع الطيارة تاعك وتروحي إن شاء الله تعالجي إن شاء الله. والمبلغ اللي خص إن شاء الله كما كان هؤلاء المحسنون يجوا محسنين آخرون يكملوا لك، ولكن خليه هذاك المبلغ، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. الله الله. يعني خليه دائما في فسحة من الأمل، والله عز وجل إن شاء الله ييسر لها السبل لكي يكتمل رجاؤها إن شاء الله، وتعالج حيث تعالج هنا أو في أي مكان آخر إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. شكرا جزيلا شيخنا. تقول أختنا ظريفة: شيخنا عندي عام زواج وربع شهر، طبعا كذا كي مرضت في دارها عادت إلى بيت أبيها 8 شهور، زوجها لم يتركها غير أن أهله لا يبحثون عنها. فتقول: ثقل علي إن كتب الله الشفاء أن أعود لبيت زوجي لما وجدت فيه من الجفاء، فهل يجوز لي أن أطلب من زوجي عدم العودة، وهل يترتب علي ذنب؟ ولا تفعلي هذا، ما تديرش. الآن زوجك ما يجي، خلاص زوجك ويجي الله يبارك. لعله ما محبوش يجي، لأنه من باب التخفيف. صح. لأنه هذا المريض وتثقيل على المريض هذا صعب، وهم يجي والزوج تاعك ويجي يسقسيو فيه وش بيها وش كذا إلى آخره. فاحنا خلي كيما عندك فسحة أمل إن شاء الله في الشفاء، خلي فسحة أمل في أنهم ما جاوش لأعذار وأعذار مقبولة هكذا. خلي زوجك هذا اللي راكي
تعترفين وفعلا راه ما شاء الله وقف معك، فلا تحرجيه، لأن ربما كان طلب منه هذا الشيء فقد أحرجته، يولي بعدين إما بين زوجته إما بين أهله، فقد حطيته في موقف. فهو أحسن إليك كما تقول كما راكي تقولي، فأحسني إليه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إلا الإحسان. الله. وخلي هذا الوساوس، هذا ما نقولش الوساوس، هذه القلق، هذا القلق، هذا الانشغال خليه، اشتغلي الآن فقط بفتح باب الأمل في الله إن شاء الله يا رب، في أن تحافظي على تماسكك إن شاء الله، وعلى الشيء اللي موجود من صحتك إن شاء الله، حتى تفتح الأبواب وتماثلي إن شاء الله للعلاج وتديري ما ينبغي أن يفعل. وهذه أسباب، الله عز وجل هو الشافي، ولكن أنا أنصحك أن لا تطلبي منه هذا، وخلي خلي 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 واحد الحاجة في قلبك واسع، وهذاك القلب الواسع سيجيب أسباب كثيرة على العلاج إن شاء الله. أنا ذيك المرة نقرأ دراسة يقول بأنه في الكروموزومات أو في الخلايا تاع الإنسان لقاو 30% عرفوا الوظائف تاعها في العلاج، 71% ما عرفوش. ثم بدي أدق الدراسات علموا أن هذه 70% مسؤولة عن الجوانب النفسية في الإنسان. الله الله. وهذه 70% قال لك هي مسؤولة بنسبة 70% عن العلاج، عن الشفاء. سبحان الله. ولهذا خلي هذيك 70% تغلب أو تساعدها 30% ويكتمل لك 100% إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. ونفس وما سواها. سبحان الله. نعم هذا. هذه المساحة هذه إن شاء الله. نعم. ربي يجازيك بالخير شيخنا. تقول أحيانا في صلاة الفجر تكون عليا ثقيلة، ولكن منذ مرضي يعني قبل الأذان بدقيقة ولا بدقيقتين النوض، ما معنى هذا؟ خاصة أنها دون منبه، يعني هذا فضل راهي فيه. وتقول أنني في منام، ما نحبش نقول رؤى، في مناماتي أرى سادتنا الأنبياء، فبماذا توجهها أختنا؟ يبدو أنه مساحة الأمل ومنامات إيجابية، كل شيء زيف. كل شيء نعم. هذا هو هذا الصبر اللي راهي فيه. أيوه. أصبر وما صبرك إلا بالله. الله. إن الله مع الصابرين، ربي يحب الصابرين. هاوليك تصوري لو كان قبل ما مرضتيش ربما ما تقدريش تنوضي هذا الفجر كامل، يبقى دائما ثقيل عليك. طيب الآن تصوري صلاة واحدة في وقتها، واش تساوي؟ هذوك اللي سلفهم لك الناس واللي أعطاهم لك الناس؟ لا شيء. الصلاة لوقتها خير من الدنيا وما فيها. الله الله. يعني كونك ربي عز وجل يبعث إليك روحا من عنده يوقظك قبل الفجر في هذه اللحظة، هذه تاع سيدي ربي، هذه أفضل من الدنيا وما فيها، أفضل حتى من الشفاء تاعك. الله الله الله. فهذه هذا يد الله، عناية الله راهي قيستك مع السادة الأنبياء، وحمد ربي عز وجل، لأنه لولا هذا الشيء ما كان لك هذا الشيء. صاحب الفضيلة شيخنا أستاذنا محمد يدرمشنا، شكرا جزيلا لك. عفوا. على كل ما تقدمت به وما عفواً. تقدمت به لأختنا ظريفة، ربي يرفع عليها وما تتقدم به أنت. الله يهنيك سيدنا، هذه الابتسامة الجميلة هذه. الله يهنيك سيدنا، شكرا جزيلا، بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله. احتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. استنفعوا،
شاركوا وتفقهوا باش نبنيو حياتنا وحياة ولادنا.